على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا. مشوارنا في سنتي 5.0 متواصل معكم حتى نص نهار متاع الصباح. نعاودوا نرحبوا بالناس اللي عدلتوا الموجة على 93.3 رجل حياة فم إذاعة القيروان للصحة. صحتكم عزيز علينا الناس الكل، ذيك علاش مختلف الفقرات اللي تهم صحتكم كل كسوة النفسية الجسدية والصحة بمفهومها الشامل. نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده ألا تقدرون ثمن الصحة، أما للصحة ثمن. مقولة علي الطنطاوي تدسويت السمع. سومير في السومير لليوم مش نحاولوا نحكي لكم على تونس تشارك في حملة متوسطية لتنظيف الشواطئ، من ثم نعطيكم بعض الأرقام فيما يخص خاصة الصحة النفسية متاعكم. 27% من شباب الكبارية والقاسرين والتطاوين يعانون مشاكل نفسية. تنشوفوا الدراسة اللي هي بعنوان شباب في الهواء، مش نحكي لكم على الدراسة هذه بأكثر تفاصيل وشنو الأرقام اللي نجمنا نخرجوا بها. سينو في بعض الدراسات الأخرى نحكي لكم على معهد أمراض الجهاز الهضمي الأمريكي اللي حذر من تناول الطعام وقوفا. هكا الناس اللي تاكل الماكلة نتاعها بالوقفة نجم يهمها الموضوع هذا. ذيك علاش إذا كنت حاب تسمع أكثر تفاصيل على المقالة هذه معليك كنت تستنينا على 93.3. وفي ألو دكتور لليوم وفي ساعتنا الثانية مش يكون موضوع مهم جدا للناس اللي برونشي على 93.3، خاصة لقينا تفاعل كبير من قبل الشارع القيرواني وإلا المواطنين فيما يخص احتكاك الركبة، وأبرز المعلومات اللي تنجم تتوفر لكم. مش يكون حاضر معنا دكتور صاحبي مطوع طبيب مختص في أمراض العظام والمفاصل، هذا مش يكون محور موضوعنا. تليفوناتكم على 70-35-120 وإلى 77-188-189. نوفل الشرطاني في الإخراج التقني الحصة، عبير اللي مأمنت لكم الديجيتال ومعها أحمد الشفار. سينو ماري منصوري كوتي ميكرو تقولكم خليكم برانشي من توا حتى نص نهار. سنتي 5.0 كما العادة نحاول نحكي لكم على أهم المعلومات الصحية اللي تنجم تهمكم ناس الكل، وتتمشي معكم الأجندة الصحية. أجندة صحية في أجندة سنتي لليوم باش نحكي لكم على تونس تشارك في حملة متوسطية لتنظيف الشواطئ. ويمشترك تونس من خلال المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار من 13-15 مايو 2022 في حملة تنظيف البحر الأبيض المتوسط اللي تعد مبادرة متوسطية يشارك فيها تقريبا 17 بلد متوسطي. تجي المشاركة هذه في إطار مشروع كومن اللي يعد من أهم المبادرات المتوسطية، تضم 93 منظمة. يعتبر هذا بطبيعة الحال عدد هام المتطوعين وفق بلاغ كان أصدره المعهد أمس الأربعاء. تستقطب الحملة ذي في تونس زهق 20 متطوع من نادي مارينوس التابع للمعهد العالي للتكنولوجيا بالمنستير ومن المعهد الوطني زاد لتكنولوجيا البحار في محاولة منا لتنظيف هذا. باش يبدأوا بداية بشاطئ النخيل بولاية المنستير، ويعد مشروع كومن هو شبكة التصرف ومراقبة الشواطئ بما يتيح على الأقل حد من التلوث البحري، ويمولوا برنامج التعاون عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط اللي باش يضموا تونس إلى جانب عدة دول أخرى. المشروع هذا يهدف إلى تنظيف كل كسوة تنظيف البحار خاصة البحر الأبيض المتوسط، إلى تشجيع الأنشطة الجماعية ومنها نقلص النفايات اللي تنجم تأثر على الصحة متاعنا، بداية بمستوى الشواطئ شواطئ البحر الأبيض المتوسط. قالت منسقة المشروع في الإطار ذي كومن بالمعهد الوطني للتكنولوجيا البحار سناء بن إسماعيل أنه أنشطة تنظيف البحار ومشاركة المجتمع المدني في الأعمال لمجابهة المشاكل والتلوث البحري في تونس وفي البحر الأبيض المتوسط، الانعكاسات البيئية للتلوثات اللي قاعدين يقوموا بها المواطنين على الأقل مثل هالحملات تحاول تقلص من النفايات. وميسيلش احنا نعولوا على وعي المواطنين خاصة اللي يمشيوا للشواطئ، ما فيها بأس إذا كان هكا عد هكا
هيك شوية من النفايات اللي عندك واستعملتهم فيها بس اتلم النفايات ذوك تحطهم في ساشيت راح بهم وتحطهم في المكان المخصص ليهم. نذكركم في الحملة ذي هي كانت على امتداد 3 سنوات الأخيرة قرابة 20 بلد وقرابة 150 منظمة و 6000 متطوع في الإطار هذا، في حين تتلقى شواطئ أعماق البحار سنويا زهائد 8 أطنان من الملوثات وتعد بنسبة 80% منها نفايات بلاستيكية ونعرف تأثيراتها على المحيط مثل هالنفايات هذا. ينصغ المصدر هو وات، ذي المقال اخذينه من مصدر وات، احكينا لكم على تونس ومشاركتها في حملة متوسطية لتنظيف الشواطئ وكانت هذه أجندة سنتية. أجندة سنتية مكملين معاكم اكيد في سنتي 5.0 بالموسيقى، وقبل الموسيقى نحكي لكم على المواضيع اللي تستنى فيكم بعد بشويه. 27% من شباب الكباريه والقاصرين والتطاوين يعانون مشاكل نفسيه تحت عنوان شباب في الهوى النشا. سنتي 5.0 ديما نقول لكم الصحة كي نحكيو عليها الصحة بأبعادها الكل بمفهومها الشامل، خاصة نعرفوا الصحة النفسية وانعكاساتها على الصحة الجسدية للأشخاص. 27% من الشباب الكبارية والقاصرين والتطاوين يعانون مشاكل نفسية، هذا موضوعنا في شيفر سنتي. شيفر سنتي أظهرت دراسة بعنوان شباب في الهوامش الصحة النفسية والسلوكات المحفوفة بالمخاطر في الكبارية والقصرين الشمالية والتطاوين الشمالية لمنطقة أرت انترناشونال أنه 27% من الشباب المتراوحة الأعمار متاحهم بين 18 و 29 سنة من عينة تشمل 1250 شاب كانوا صرحوا بتعرضهم إلى مشاكل نفسية في الفترة الأخيرة، كانوا قيموا الوضعية النفسية متاحهم بين سيء وسيء جداً، مؤكدين أنهم ما تمكنوش من الولوج إلى المختصين النفسيين وما تمكنش حتى 1 على 8 من زيارة المختص النفسي. بينت الفئة الملمومة معدة الدراسة ومديرة مكتب تونس لمنظمة أرت انترناشونال ألفة لملوم أنه من بين أسباب عدم قدرة الشباب على الولوج إلى الصحة النفسية هي الوصم بالمرض النفسي، خاصة اللي نعرفه برش عبيد تنجم ما تقتنعش كونها تمشي تزور أخصائي نفسي. خلينا نقول وإحنا كنا عرفنا في وقت سابق حتى في مع الطبيب النفسي عرفنا شنو معناها الأخصائي نفسي، شنو معناها الطبيب مختص في الصحة النفسية، وكنا عرفناها باغ ديتاي اللي معناها الفرق بين بسيكولوج الفرق بين بسيكياتر اللي مفاي بيس كي تمشي لبسيكولوج باش يعطيك هكا تريتمون ثيرابي كي يعالجك الحالة النفسية متاعك من غير حتى أدويات. أما إحنا مازلت حتى في عقليتنا كتونسيين مازلنا ما توصلناش للحاجات هذوما واللي تكون عنا ثقافة مثال زيارة الأخصائي النفسي. خلصت الدراسة إلى وجود علاقة سببية بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب ودرجة الإحساس بالقلق، مشيرة إلى أن الدراسة كانت أخضعت 500 شاب من عاطلين عن العمل إلى مقياس علمي في هذا الخصوص، وكانت أظهرت العملية أن مستويات القلق عندهم مرتفعة جدا وفق القول متاعها. أكدت ألفة لملوم أن مسألة الصحة النفسية عند الشباب جدا هامة خاصة في الأيام هذه، داعية إلى ضرورة القطع مع سياسات التقشفية وإعادة النظر خاصة في مسألة تجميد الانتدابات والقطع مع سياسة عدم الاهتمام بدعم القطاع الصحي في الجهات الداخلية للبلاد. وحنا نشوفه حتى على مستوى المدارس، نشوفه ساعة توفر المدارس وإلا المعاهد المدارس الإعدادية، نشوفه توفر طبيب نفسي فقط على وإلا أخصائي نفسي فقط، خلينا نقول بصريح العبارة على قديش من كوليج وإلا قديش من مدرسة اللي لقوا فيها قديش من تلميذ. حتى نذكروا مثلا ولاية القيروان ما يفوتوش جزء من الناس، دونك هذيك علاش نلقاو إشكالية كبيرة ونلقاو الوضعية متأزمة، وهنايا الشباب يصرحوا بصريح العبارة اللي هما يعانيوا من مشاكل نفسية. دونك أكيد منظومة كاملة لازمها تعاود الدراسة من الأول وجديد، ونقفوا على الصحة النفسية اللي تعد هي أهم عامل لتوازن المجتمع، وكان هذا شيف خصوصية. شيفر سانتي احنا مازلنا مازلنا معكم حتى نص نهار سانتي 5.0 ونحكي لكم على الناس اللي تحب تاكل الماكله بالوقفه زعما مفيده للبدن نتاعها والا لا. هذا اللي باش نعرفوا اكثر تفاصيل مع معهد امراض الجهاز الهضمي الامريكي اللي حذر من تناول الطعام بطريقه هذه. سانتي 5.0
يعني الناس اللي تعودت بينا كل سوا مع زميلنا رحايم المجبري سابقا وإلا مزنا مواصلين معكم المشوار تعرفوا لي في ساعتنا الثانية ديما يكونوا حاضرين معنا أهل الاختصاص باش نحاولوا نسلطوا لكم الضوء على مختلف المواضيع اللي تهم الصحة نتاعكم في ألو دكتور. ألو دكتور. برشا ناس تنجم تسمع على احتكاك الركبة وإلا حد تعرض لاحتكاك الركبة وإلا ممكن الأقرب للتعريف هي الأرتروز وممكن أهل الاختصاص هم بعد شوية يحاولوا يصلحوا لي المعلومة. تشكية كبيرة خاصة من ناس وما هوش مرتبط بعمر معين كبير ولا صغير في العمر يقول كنا قفت برشا نعاني من وجيع في الركبة إذا كانت حركت زيدا نحس ركبتي تحك في بعضها. أكثر تفاصيل حاضر معنا دكتور صاحبي نتاع أخصائي جراحة العظام والمفاصل في تونس وأستاذ مبرز أستاذ مبرز في الطب الفيزيائي والعلاج الطبيعي ورئيس وحدة الطب الفيزيائي في مستشفى ابن الجزار. صباح النور دكتور. صباح الخير. مرحبا. يعيشك دكتور. مشكور على تلبيتك. بيك عايش ميرسي بور لانفيتاسيون. مرحبا. كما انت قدمتني اني دكتور صاحبي متاوع استاذ مبرز في الطب الفيزياء والعلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء. رئيس وحدة العلاج الطبيعي ابن الجزار. العلاج الطبيعي. كما فهمنا اليوم موضوعنا على الاحتكاك الركبة وسكون أبي لغونارتروز. دونك أول حاجة باش نقدموها هذه لغونارتروز اللي نبسطوها هي مش تصير عملية معناتها الاحتكاك هذا ناتج على سمو إنه أزور معناتها تمشي تاكل الغضروف اللي هو احنا نسميه القروش والكارتيلاج. في الركبة عندنا كارتيلاج سبيسيال هما لي مينيسك طبعا مشي تاكلوا وكل التاكل نتاعهم مشي يعطي اعوجاج لي ديفورماسيون وبشوية بشوية اذا كان القروش مشي تاكل اللي هو خاصة عنده اخصائية في الركبة اللي هو مشي يمتص الكدمات ولي شوك احنا مورتيسور نتاعو اذا كان هو مش يتمس مش يعطي الام ومش يعطي زادة دي ديفورماسيون ولا هما الاعوجاجات اللي هو مش يتسببوا اول حاجه في الالام ومش يأثروا على الحياة اليومية والحياة العملية متاع الشخص. ولا هنا يا دكتور معناها على حسب التعريف المريض ينجم يحس بالحاجة هذه ديريكتومون دونك معناها ينجم يفيق بروحه من أول مرة يقول لك أنا كيفاش القلق باش يكون هل أنه وجيعة هل أنه إذا كان تحرك ما ينجمش يحس بالوجيعة هذه كيفاش هنا وقتها يقول أنا لازمني نمشي ما نقولوش مثلا لي ميساج تضربت عادي ما صار لي حتى شيء تو بالوقت وجيعة تتعاد. هي معناتها مش أدينا ذاك مش نحكيو على العلامات ولا الاعراض نتاع احتكاك الركبه ولا جونارتروز. هي اكثر حاجه التصويره اللي عندنا هي من البرنامج نلقاو اون فام في السنكونتين عندها شويه كيما نقولوا بصحتها شويه اون سور بوا مش تتعرض مش معناتها نلقاو الام في الركبه. الالام هذه وقت تتحير خاصه في الحركه اون بارل دون دولور كي ميكانيك وقت تقول لك اكثر حاجه مش نطلع دروج ولا مش نهبط دروج وقت مش تمشي على تيران كي ني با سوبل كي ني با معناتها مش حاجه مش مسطحه ولا اون بارل دون تيران اكسيدونتي. زاد من العلامات الاخرى هي في مرحله نقاس تو في مرحله متقدمه هو تصلب المفصل بارل دون رودور ارتيكولير. زاد مش نلقاو ثم شكون يقول لك عندي بلوكاج يحس روحه ما ينجمش ولا ركبه تبلوكا ولا ما عادش تثني الركبه بار دام بلوكاج خاصه هذه البلوكاج يصير زاد في طلوع دروج ولا هبوط نتاع الدروج. زاد الناس نلقاو يقول لك عندي انتفاخ الركبه نتاعو تصير لها انتفاخ خاصه هي في الاحتكاك الركبه نجم نلقاو مع ان تابلو سموهم نتاع اعراض هي كرونيك مزمنه ثم تعطيك اعراض معناتها ايغو اللي هو حاده حاده ليبوسينس خاطر هي الجونارتروز اللي فولي اون بوسي كل مره معناتها عندك وجيعه باس نتاع وجيعه ومن بعد نجم تعطينا دي معناتها لي بوسي اللي هما مش يعطيك وجيعه قويه انتفاخ احمرار في الركبه. هذوما العلامات المتقدمه اذا كانت تطورت بينا الحاله دكتور. اذا كانت تطورت بينا الحاله هي اكثر حاجه هي التصلب واللي المفصل ما يتحركش بالباهي زاد يقول معناتها تولي ترخ للركبه. ايوا ولا جيت انا باش نسالك على فاست اللي يقول لك انا كنت نمشي تودانكو ركبتي رخت بي هذيا من بين علامات نجم تكون من علامات الارتروز خاصه كما قلنا من العلامات نجم تكون معها علامات اخرى ولا والعلامات زادت معناتها ما نلقاوش العلامات عند نفس الشخص
تبدل من مريض لمريض. دونك تختلف. هنايا فما عوامل مساعده دكتور، خلينا نقولوا احنا مسببات للحاجات هذوما، كيما باغ اكزومبل قلنا تختلف المريض، نقولوا المريض احنا ساعات نقولوا نقص في الميزان شويه، تخفف شويه على ساقيك ولا على الركبه نتاعك، هل انه فما دي فاكتور تنجم تساهم في نتاع في هذه نتاع الارتروز اللي قلنا لاغونارتروز والا احتكاك الركبه، خلينا نقولوا معناها يحسوا الركبه نتاعهم يحسها تحك في بعضها، ما هيش سوبل كيما الطريقة اللي من المفروض تكون تعاون فيها، سورتو اللي قلنا احنا يوصلوا كاريمون بلوكاج اللي ما ينجمش يثني. ما نسميش يثني الركبة. هي ثم عوامل كما نقولوا عوامل خطيرة اللي يسموهم لي فاكتور دو ريسك. داكور. منهم أول حاجة من فاكتور دو ريسك هي كما نقولوا لو سكس فيمينا. دونك النساء عرضة أكثر. النساء عرضة أكثر لاغونارتروز على خاطر ثم امور نتاع لي زرمان هرمونات مع تقدم العمر، ثم لي زرمون ينقصوا وقت اللي ينقصوا لي زرمون هذوك يسببوا في شويه معناتها في شياح في الركبه، الليكيد موجود في الركبه، الماء الغضروفي كيما نقولوا احنا غادي نقولوا معناها احنا نسالوا احنا بكي قلنا كيما لامورتيسور معناها يبارك كيما الزيت في فوالا. دونك العمليه الاحتكاك تصير اكثر تولي والضغط على الركبه يصير اكثر، منهم معناتها الفاكتور هذه اللي هي الجنس معناتها الليفا المرأة. المرأة هي معرضة أكثر ومعرضة أكثر باش تصير لها لارتروز. حكينا على السمنة زايدة دكتور اللي تنجم تساهم. هو السمنة على خاطر السمنة مش تزيد زادة عملية الضغط على الركبة. هو ديما نقولوا إذا كان قد ما تنقص معناتها الميزان قد ما نحميو الغضروف ونقصوا زادة الوجاية الموجودة في الركبة. من من العوامل الاخرى ثم حكيت معناتها لي زونتيسيدون تاع الشخص، معناتها شنو نلقاو حكايه الارتروز في العائله وراثيه، وراثيه نجم تكون عوامل وراثيه الارتروز دون لا فامي، زاد تنجم معناتها تكون من عوامل اللي تخلي ظهور التصلب ولا ظهور احتكاك الركب. زاد نلقاو زاد من عوامل اخرى نقاو لي سبورتيف دي هو نيفو، فوالا فما استيدانيت فما لي سبورتيف دي هو نيفو زاد معرضين اكثر لحكايه الارتروز دو جونو. داكور فوالا دكتور، دونك ينجم يحكي يكون عنده حتى مرض اخر ينجم يساهم له في ظهور الارتروز، مرض والا عيب خلقي في الساقين نتاعو اللي يكون باغ اكزومبل تولد بيه، والا بعد حتى المرض يكون اكي بعد، ينجموا هذوما يكونوا من تاثيرات الارتروز. اي العوامل ثم عوامل معناتها هي تاثر باش تظهر على بكري الارتروز، خاصه العبد اللي مش يعمل عمليه على ركبته مش ينحي مينيسك معناتها الغضروف هذاك مش ينحى، هذيك عوامل تسرع بالظهور الارتروز ولا الاحتكاك نتاع الركبه. ثم اللي يسموهم لي تروبل ستاتيك نتاع الركبه، معناتها نلقاوك الركبه في الفورما نتاعها كيما او ولا يسموهم زاد اكس، هذوك زاد عوامل تنجم تسرع في ظهور ال voilà. حكيت انت على المينيسك دكتور اللي ديما جينيرالمون نعرفوا لي سبورتيف نفسروا لهم جوست شويه، خاطر انا باش نطرح عليك سؤال في الاطار هذا دكتور، نفسروا لهم شنو المينيسك. هو المينيسك هو الغضروف، هو ثم عندنا غضروف على معناتها يمين ويسار معناتها ميديال اي لاتيرال، معناتها دو كومبارتيمون في الركبه. الغضروف هذاك مع العمر يتاكل، زاد ثم عنده عوامل معناتها خاصه العوامل لي زاكسيتون سبورتيف هما يسرعوا في التاكل نتاع الغضروف. زاد العمر كما قلنا مع العمر هو مش زاد يتاكل، وهذايا معناتها يولي يقص بشويه بشويه الغضروف هذايا، وبعد العظام نتاع الفخذ والعظام نتاع الساق يوليو زوج معناتها اون كونتاكت مع بعضهم، خاطر الغضروف هذاك يولي انكزيستون ماعادش موجود. هي هل تم ازالته كومبليتمون دكتور ولا تصير انترفونسيون تنجموا معناها تتحكموا، خلينا نقولوا في انتم كاهل الاختصاص نحكيوا على انترفونسيون شيرجيكال معناها اذا كان ثم كما نقولوا تمزق في المينيسك، خاصه انتم نحكي تو شنو ندخلوا شويه في الطب الرياضي. اي الطب الرياضي شويه، علاش قلت لك معناها تخص لي سبورتيف باسكو احنا جبدنا عليهم باش بعد ناكدوا معناها انت زاد كاخصائي علاج فيزيائي طب في الطب الفيزيائي والعلاج الطبيعي نحاولوا ديما ناكدوا لهم زاد على اهميه الريدوكاسيون خاصه في الاطار هذا. هذيك علاش انا حاولت نطرح عليك سؤال باش نحطوا اون فالور الطب الفيزيائي والعلاج الطبيعي في المساعده على مثل هالحاجات هذوما، خاصه بعد باش تسمع انت اراء
الشارع القيرواني اكيد شنو اللي حكيو في الاطار هذا. قلت لك انا معني حتى الاراء صدمه شويه باش تكون حتى من ناحيه العلاج تو بعد احنا ندخلوا في اساليب العلاج ناكدوا ديما على اهميه العلاج الطبيعي. احنا تنواصلوا معهم دكتور ميسيج نعملوا وقفه صغيره مع الموسيقى ونذكرها موضوعنا لليوم مهم جدا. نحكي لكم على احتكاك الركبه لاغتروز. نعرف موضوع يهم برشا ناس يسمعوا فينا. تليفوناتهم على 70 035 120 والا 77 288 289. وتستغلوا حضور شيف سيرفيس وحده الطب الفيزيائي بمستشفى ابن الجزار في موضوعنا احتكاك الركبه دكتور سحمي طوعا. سونتي 5.0 مازلنا مواصلين معكم المشوار في سانتي 5.0 في موضوعنا المهم جدا احتكاك الركبه وابرز المعلومات اللي نجموا بطبيعه الحال نترقولها. كنا حكينا لكم وعرفنا لكم شنو هو احتكاك الركبه، حكينا لكم على الاعراض الاسباب اللي تنجم تؤدي للشيء هذايا. ومازلنا مواصلين دكتور صاحبي مطوع استاذ مبرز في الطب الفيزيائي والعلاج الطبيعي ورئيس قسم وحده الطب الفيزيائي في مستشفى ابن الجزار بالقيروان. خلينا نكمل نحكي ودكتور احنا هكا مشينا بعدنا شوي حكينا على خاصة لي سبورتيف باش نحكيو على أهمية العلاج الطبيعي. أما هنا مهم جدا طريقة التشخيص وكيفاش احنا قلنا إذا كان هو ينجم يحس بالوجع كنا عطيناهم الأعراض اللي تكون من أعراض عادية اللي تنجم توصل الأعراض حادة وتكون أعراض ظاهرة حتى بالعين تنجم تقول فما مشكلة في الركبة ماهوش نسكتوا عليها، وخاصة ما نقولوش أعمل بانداج وخلي الركبة نتاعك في الماء بارد حط عليها زيت ادهنها الحاجات هذوما الكل. دكتور هنا كيفاش انتم تشخصوا الحاله ساعه من الاول باش يجيكم الشخص ديريكتومون تشخيص يكون انتم معناها انتم بالطرق نتاعكم واساليبكم كاطباء، كيفاش تكون المعامله هنا والا تمشي ديريكتومون التصوير ولا اخر حاجه التصوير اللي من الحاجات اللي باش تقوموا بها وتطلبوها على الاشخاص هذوما؟ شكرا. التشخيص هو تشخيص نتاع احتكاك الركبه ولا كونارتو سهل حقيقة. هو المريض يجيك بعلامات احنا ابارتير من فيسو دارغيمون معناتها من العلامات اللي مش يحكينا عليها المريض معناتها، وكذلك التشخيص السريري باش نشوفوا الركبه فماش الانتفاخ علامات التهاب ولا حاجه. والتشخيص سهل معناتها رابيدمون بو بوزي لو دياغنوستيك نتاع الغونارتروز ونجموا معناتها نعاونوا التشخيص السريري نطلبوا الاشعه السينيه واللي راديوغرافي سامبل باش نشوفوا معناتها تعطينا ديجا المراحل ولا الاستاد نتاع الارتروز هي بالتشخيص بالراديو نجم يعطينا فانا استاد احنا توا في الارتروز والاستاد هذوك من يعاونونا خاصه بعد في العلاج معناتها في العلاج شنو الاساليب اللي باش نستعملوها في العلاج. شو معناها الطرق العلاج؟ هنا يا دكتور على انه فحوصات مخبريه بالدم احنا كما قلنا معناها نجم يكون لي زونتيسيدون تاعهم عندهم الاشياء هذوك، تنجم تفيق بفحوصات طبيه عن طريق فحص الدم، تنجم تفيق اللي الشخص هذاك مهدد حتى نقولوا معناها بالارتروز. هو الحقيقه توا ما عندناش علامات ولا بالتحليل الدم نجمو نخرجوا لهذيك عنده الريسك باش يخرج عنده الريسك باش يعمل لنا ارتروز. نحكي توا الارترو معناتها الارتروز احتكاك الركبه ماهيش روماتيزم. داكوغ هذا مهم جدا. كان عندنا روماتيزم باش نلقاو علامات في الدم في تحليل الدم باش نلقاو علامات طالعه منهم ما عرفش الفي اس ثم علامات اخرين باش تعطينا نوع نتاع روماتيزم نلقاو نجم نلقاهم طالعين. مي اذا كان مش نحكيو على احتكاك الركبه ديجنراتيف مانيش باش نلقاو معناتها باش نلقاو امبيلون كي توتافي توتافي نورمال. داكوغ ميساج قبل احنا نمشيو لطرق العلاج دكتور اللي سيدتكم تقوموا بها كاهل الاختصاص، خلينا نسمع الشارع القيرواني شنو قال في الاطار هذايا وان شاء الله دكتور معناها ما تتزمش شويه من بعض اراء خاطر احنا لازمنا نحطوا النقاط على الحروف توت سويت ميكرو تروطوار. عندي جدي اللي مات هذايا باش يعدي مسكين ما عادش ينجم يوقف على رجليه، هزيناه للطبيب قال له خشونه الركبه ولا شنيا ودوائيات واحد ما فهمنيش يعمل في المساج يمشي ويجي ما فهمنا حتى شيء. معناها ماذا بينا كان نعرفوا فكره كل مره يطلع مرض جديد لا حول ولا قوه الا بالله، ماذا بينا كان الاذاعه نتاعكم تكون سبب باش نفهم معناها يا خويا. والله يا خويا تسمع سعر طرق العلاج معناها بالطبيب بماذا امسد يا حريه باش زريره ما فهمش شيء تم تلزينا باش نمشي نزول الرعواني معناها للطب الرعواني. والله ديما يعرضني الاسم المرض هذايا في كل بقعه معناه
وديد والتي ركيبها يجع فيها المرة فات قلت لها قريبتنا عندها فكرة في الأمور هذه، قلت لها رو عندك خشونة الركب ولا ماذا بي إذا كانت تتيحت الفرصة معناها في الإذاعة متاعك باش نسمعوا حاجة ونفهموا شنو المرض هذا وشنو الدواء متاعه إن شاء الله. السلام عليكم حياة فهم، نحب نحكي لكم على خشونة الركبة. الخشونة ذي يعاني منها كي تتقدم في السن، الغضاريف تتاكل في الركبة بالنسبة للناس الكبار، بالنسبة فما عباد جيهم البوا زايد يصير شارج على الركبة كالعادة يتاكل الغضروف ويصير العباد الصغار اللي منهم أنا. بالنسبة لطرق العلاج الموجودة، الأولى تمشي للطبيب والطبيب يشخص الحالة، فما اللي يعطيه حقن في الركبة خاطر الزيت اللي في الركبة ذاك ناقص، وفما اللي تتاكل الغضاريف نتاعو الحل نتاعو مساج، وككل معناه واحد يحاول يخفف البوا ويلعب سبور وبإذن الله لاباس. والله المرض هذا مقلقني برشا، وكل مرة كنحس ركيبي توجع فيا ونحس روحي ثقيل وعندي برشا وجع في المفاصل، مشكلة كبيرة قاعدة بحدي تعرض لها، ماذا بينا شكون اللي يجاوبنا ويعطينا شوية نصائح طرق العلاج؟ ممكن انا عندي فكره، فمش كل يستعمل الرعواني واحد، انا بدي استعملته، فمش كل يقول لك سخن الحنظل على الكانون وكمد به، وفمش كل يقول لك استعمل مسكنات الالام، انا استعملت برشا مسكنات الالام، فمش كل طب ينصح يقول لك ما تكثرش برشا من مسكنات الالام خاطر يعملك شويه وجع ويقلقوا لك المعده نتاعك. دونك فوالا دكتور، فما جوست تقريبا واحد بركه قال الاسباب الاعراض اللي كنت سيتك ذكرتهم، سينو بقيتهم ما يعرفوش شنو اساليب العلاج، يقول لك نمشي للدكتور بوماد ما تعمل لي حتى شيء، امسد ما تعمل لي حتى شيء، دونك نولي نلتجئ للطب الرعوي. ممكن هنا يزيد فما كونفيوجن كبيره دكتور بين خلينا نقولوا البرد في المفاصل بين الاوجاع على الركبه، ما ينجموش يحدوا اكزاكتومون شنو هيك، ما كنا حكينا على الروماتيزم والا لاكتروز، دونك هنا خشونة الركبة عندهم مفاهيم مختلطة في الموضوع هذا يا دكتور، احنا حاولنا نفهمهم شنية الوجع اللي تحسها اكزاكتومون، ان شاء الله نهار اخر نحكيو على البرد في المفاصل اللي نجم تختلف زيدا كيف كيف الاعراض متاعو، وممكن حتى اذا كان عندي فكرة حتى صغيرة المداوات متاعو تتطلب برشا وقت ولازم معناه خاصة يعرف كيفاش يتصرف المريض طرق في الاي ولا طرق اخرى في العلاج. سينو فما شكون قال لك نشرب الدويت ذوك المسكنات الالام اللي تنجم تاثر، احنا نعرفوا لي باراسيتامول تنجم تاثر حتى على الكبده نتاعهم وخلفتهم الكبيره، خاطر التونسي شنو جينيرالمون يوجعوا راسه ياخذ حربوش باراسيتامول ولا ياخذ ديريكتومون وحده ما يعرفوش التاثيرات الكبيره نتاعها، وديما يقعد هذيا ماهوش حل جوست شخص وحيد قال لك فما طرق علاج خاطر هو عايش الحاله وممكن معناها واعي بنوعيه المرض خاطر هو حتى في تفسيره فاهم شنو هو اكزاكت ولا عرف هنا ما نعرف شنو يعمل وعطاه حاجات واقعيه الطب الرعوي اللي تنحكيو عليه في الاطار هذايا، قال لك تسخن الحنظل على الكانون اللي جينيرالمون فما برشا نسين نعرفهم انا حتى شخصيا ديما في الاخر تمشي للطبيب تباشر عند الطبيب، لكن كي ما تصبرش ما تلقاش حل تمشي ديريكتومون تخمم في الاشياء الاخرى. احنا تطورنا وتقدمنا والعلم والطب تطور، اكيد فما علاجات في الاطار هذايا دكتور. اكيد هو الحقيقه خشونه الركبه والاحتكاك الركبه العلاج نتاعنا لازم الاهم في العلاج هو التشخيص على بكري، خاطر اذا كان مش معناتها اون فا اريفي مش نوصلوا للمرحله متقدمه، الحل في الحل هو حل جراحي حقيقه باش نبداو وافي معناتها سي لا بروتيز اون فا فينير بار اون بروتيز اون نيفو جونو، مي الحقيقه التشخيص لازم يكون مبكر معناتها اذا كان عنده العلامات باش يتصل معناتها الطبيب نتاعو طبيب العائله ولا طبيب اخصائي. ومن بعد من التشخيص الدواء نتاعنا ولا العلاج هو العلاج باش نحاولوا نقصوا في الاعراض. سي تان تريتمون سيمبتوماتيك معناتها خاطر ما نجموش معناتها نرجعوا معناتها نعطيو كما قلت دواء شافي 100% باش نقصوا الاعراض اللي هما الوجايع، الهدف نتاعنا احنا باش نقصوا الوجايع، دونك باش نستعملوا معناتها مواد باش نقصوا بهم الوجايع، ليزونتالجيك المعروفين باراسيتامول، باش نستعملوا معناتها احنا ودرجه الوجايع، لازم نوصلوا حتى معناتها باليتروا في الـ معناتها في الدواء نتاع الوجايع، احنا والحده نتاع الوجايع، زاد ثم الدواء نستعملوه ضد الالتهابات، ليزونتي انفلاماتوار. ثم معناتها ناخذوهم طريق الفم داكور. زاد ثم الحقن. الحقن اللي هو توا ثم واحد في الميكرو تريتوار حكينا، السيد حكينا على
معناتها الحقن، ثم هما عديد من الحقن. ثم الحقن باش نقصوا الالتهابات اللي هما على باز الكورتيكويد، اي خاصه نقتل عندنا معناتها لاغوناتوز اون بوسي، نجموا نستعملوا الحقن هذوما. ثم الحقن اللي هما مش يعوضونا معناتها الماء الموجود هذيك ولا الزيت كما نقولوا احنا، ولا الماء الغضروفي، السائل الغضروفي الموجود غاديكا، وهو على باز دو اسيد يالورونيك. داكور، دونك نعملوا حقن تاع الاسيد يالورونيك باش نحاولوا نقصوا في الوجيع ونحافظوا زاد على الحركه نتاع المفصل. داكور، هذا معناها عن طريق الحقن. الحقن، وثم تو نوع جديد من الحقن تسمى بيجومون جديد، هما الصفائح. استعملوا البلاكيت، البلازما ريش اون بلاكيت. كيفاش هنايا احنا كيما نعرفوا حتى في تبدا، خلينا نحكيوا في تجميل لي بلاكيت يجيب ليكستراكسيون تكون من الدم نتاع المريض بيدو، وبعد يتم تريتمون نتاع صفائح سنتريفيكاسيون تصير الدم هذاك. اي نفس الحكايه، ناخذوا لي بلاكيت هما المعروفين. البلاكيت فيهم نسموهم لي فاكتور دو كورواسونس اللي هما علامات النمو نتاع النمو، اي تساهموا في النمو. وزاد ثم منهم علامات معناتها مواد اللي هما مش ينقصونا الالتهابات. دونك نستعملوا هذه البلاكيت، البلازما ريش اون بلاكيت. بدينا من طرق العلاج، نبداو بالتشخيص دكتور، من ثم نقص، نحاولوا نقصوا الماكسيموم في الاعراض عن طريق الكيكس ولا الحرابش ولا الحقن ولا لي بلاكيت، هذوما الصفائح الدمويه. هما تابعين الحقن، نوع من الحقن. دونك هي نوع من الحقن الصفائح هذه اللي باش يتم حقنها على مستوى الغضروف، على مستوى الركبه، ولا على مستوى الركبه. دونك هنايا معناها تحت بنج موضعي دكتور، تكون ولا من غير حتى ما فيش الام كبيره ولا نجم الام تاع الزريقه، مش تدخل بها الزريقه. الزريقه باش نعرج على حكايه الزرق في الركبه. الحقيقه ديما معناتها يجيونا لا مش الزريقه نتاع المرضى، يقول لك معناتها ديما شفت جارتها، معناتها قتلها جارتها، راهي الزريقه تحبس، راهو تعمل زريقه ما عادش تنجم تمشي. بالحق عندنا برشا الحكايه هذه، عندنا مفاهيم موجوده برشا. لا الحقيقه اذا كان احنا معناتها عملنا زريقه، الزريقه هذيك هي مش تحسن، هي معناتها مش مصورش ان الزريقه هي مش تعطل، اما تنجم تكون وقتاش تبدا الزريقه مش في بلاصتها، معناتها مش معناتها مش في بلاصتها، مش في وقتها، معناتها تعدينا استاد تريزيفولوي، معناتها ما تقدم على مش تنفع ولا اي مش معناتها تولي هي مش من سبل العلاج. مما تعرف فما برشا مرضى يحبوا يبعثوا الماكسيموم على العمليه. داكور، دونك احنا اليوم متلازين باش نقصوا الوجيع، يعني نستعملوا حقن معناتها في الركبه. اما الحقنه في الركبه، جميع حقنه في الركبه مش تحبس، مش تعمل لك البلوكاج، تحبس راهي، اما مش تعطي اذا كان ما عطاتش المفعول نتاعها، سيكو رانا تجاوزنا الاستاد اللي لازمنا نكون فيه. اذا كنت عرضوا الاصابات اللي خليتهم يسموه كيما هكا في الارتروز احتكاك الركبه دكتور، نعرف احنا ساعات يصير انتفاخ على مستوى الركبه هذيك، هل انه معناه وقتها فما يكون فما دم فاسد ينجم يكون في الركبه، تكون انتم لازمكم تصير معناها عمليه تسحب الدم هذيك من الركبه باش تكملوا العلاج نتاعكم، خاطر نعرف برشا حالات كيما هكا تصير. هو الحقيقه ماهوش دم، اذا كان ثم انتفاخ خاصه في الارتروز هو معناتها استنو رياكسيون انفلاماتوار، باش نقول ماء، نوع نتاع ماء. هو الحقيقه اذا كان باش نلقاو ماء معناتها الحد، معناتها الحد ماك الماء هذاك وقت نخرج الماء، هو زاد مش ينقص من الوجيع ومش يحسن زاد في الحركه نتاع المفصل. وزاد اذا كان احنا عملنا تحليل هذاك خرج الماء هذاك لازم نبعثوه للتحليل. دونك تحللوا، اي لازم اي حاجه معناتها نجبدوها من الركبه لازم تمشي للتحليل. حتى تخافوا على لا قدر الله امراض ثم مش حاجه اخرى سيرتو معناتها زاد نورمالمون اذا كان في لاتروس نلقاو نسموه ليكيد ميكانيك، يعني مش نلقاو حاجه معناتها حاجه خطيره. خاصة ديما نخافوا كما نقولوا ديغنوستيك ديفيرونسيال اللي ديما نخافوا منه هو الجرثومه الموجوده في الركب الارتريت، ديما هذيك هي اللي تخوفنا الحقيقه. اذا كان مش نلقاو ماء ولا مش نلقاو انتفاخ وكعلامات نتاع التهاب كبيره، التحليل هذاك نجموا معناتها الماء نبعثوه للمخبر باش بور اليميني ثم شي ارتريت. داكور، من وسائل العلاج دكتور بعد التشخيص، بعد كوننا نقصوا في الاعراض، شنو ما الوسائل الاخرى اللي نجموا فيها، خاصه احنا قلنا فما اعراض حاده تنجم تكون موجوده، وديما معناها التشخيص هكا هوريه يتطور والعلاج يتطور. قاعد نبداو بالقليل، فما اللي قال لك بوماد نبداو بها، معناها بنية عملي البوماد كون نكتب كل حاجه معناتها سوتو لي بوماد سون لي زونتي انفلاماتوار معناتها لوكال، معناتها مش تنقص الوجيع، اي تنقص الوجيع موضعيه معناتها نجم هي من سبل معناتها العلاج موجود، اي ترتح. اما اذا كان عندنا معناتها
معناتها كما نقولوا حاجه معناتها متقدمه برشا الحقيقه. اي دواء معناتها موضعي ماهوش مش يحل لنا المشكل. جوست هكا حتى اللي يدهنوا بالليبوماد راه جوست باش تكلمي لك شويه خلينا نقولوا الوجيعه، اما راهي ماهيش هذيك الحل الانسب خاصه الاحتكاك. الاحتكاك نجم تعاوننا الحقيقه. اما نرجعوا لحكايه معناتها العلاج الحقيقه صحيح عندنا العلاج معناتها اللي بازي اسونسيالمون التشخيص المبكر. التشخيص المبكر نبداو والوقايه خاصة اذا كان الوقايه، وثم سبل العلاج تنتقلها من بعد اللي هما خاصة العلاج الطبيعي. أيه. تقويم العظام معناتها العلاج الطبيعي لا ريدوكاسيون تقويم. الحقيقه كما نقولوا المدينه نتاعي. أيه. أيه. اهل الاختصاص. العلاج الطبيعي الهدف نتاعو زاد هو باش نقص لنا الوجايع، باش نحافظوا زاد على نسموها لا فونكسيون الوظيفه نتاع الركبه. أيه. معناتها الهدف نتاعنا الهدف ديما الهدف هو المحافظه على الوظيفه. بالمحافظه على معناتها عندنا برشا طرق في العلاج الطبيعي نستعملوا معناتها الفيزيوثيرابي نسموها اونتالجيك باش نقصوا الوجايع، نستعملوا فيها برشا حوايج معناتها كيما الالتراسون كيما نوع من الضوء الالكتروثيرابي. نجموا زادا نستعملوا باش نقصوا الوجايع نستعملوا لي بارينوثيرابي نسموها المداوات بالماء. زاد هذيك خاصه نستعملوا الماء بارد اذا كان دون لي بوسي معناتها تبدا عندنا هيجين كبير نتاع الارتروز. نستعملوا ماء بارد، نستعملوا الماء سخون ولا دافي اذا كان عندنا سوتو في معناتها في المرحله تبدا كما نقولوا كرونيك مزمنه في المزمن معناتها هذيك مش يعاوننا. ثم طرق اخرى نستعملوها زاد لكن جست لنتعدل للطرق الاخرى. ذكرت نسي الماء البارد، الماء السخون هنا يمشيش في بال المواطنين اللي هو وحده، راهو فما تقنيات انتم قاعدين تستعملوا فيها دي زاباري قاعدين تستعملوا فيها في الماء البارد والا الماء السخون. مش معناها لو فيت تحط نجم نجم حقيقه جلاساج نجم اون لابليك اذا كان في البوسي معناتها نستعملوا كيسما ان فيسي دو جلاس ولا حاجه مثل ماء بارد حاجه معناها في حاجه نحطوها معناتها ساك حاجه فيها دي جلاسون ولا حاجه نحطوها في الركبة إذا كان خاصة هذه في البوسي تبدأ عن علامات متاع معناتها حدة معناتها خاصة تبدأ انتفاخ موجود ثم إحمرار باش تكلمي يعني باش تكلمي معناتها اللي فيه خاطر ديما البرد هو نستعملوه باش معناتها باش نقصوا الوجيع على خاطر عنده اللي فيه يسموه فازو كونستركتور يستسمو هم الأوعية واللي هو معناتها يتلموا شوي وينقصك صعب كيف يتلموا الأوعية معناتها ينقص لنا في الوجه. ثم اذا كان كما قلنا نستعملوا ماء سخون اذا كان معناتها في اللي فاز تبدا كرونيك ماهيش بوسي. داكور دونك اذا وضحناهم على النقاط المهمه نكملوا في اساليب العلاج دكتور. خاصه نقعدوا في الكوتي ريدوكاسيون ثم زاد لازمتنا نحافظوا على المفصل سي لا كينيزيثيرابي معناتها حركات ماشي تتعمل باش ديما نحافظوا على الحركات المفصل معناتها الاكستنسيون الفليكسيون دو جونو لي روتاسيون معناتها هذوكم الكل نخدموهم معناتها سيرتو لي كيني هما يعملوهم. زاد نحاولوا زاد كما قلنا نحافظوا على معناتها على الوظيفه. نخدموا طريقه المشي، نصلحوا طريقه المشي اذا كان ثم مشكله في طريقه المشي. ثم كوتي سموها نعاونوا معناتها كان نسموه الالات، نستعملوا الات باش نعاونوا باش نقصوا الحده نتاع الوجايع، نستعملوا ديكان اذا كان ثم دي تروبل ستاتيك معناتها ثم اعوجاج على مستوى الركبه نجم نستعملوا لي جونيير هذوك اللي تلبسوا. اذا كان في نقطه لي جونيير دكتور ناكدوا لهم راه مش ديما معناها لازمك تلبس جونيير خاطر احنا نشوفوا حتى لاحظوا في اللاعبين ممكن هذوك خاصه المحترفين عندهم فكره يكون وقتاش لازم يلبس لي جونيير نتاعهم، لكن فما اشخاص كيما قلنا احنا يقول لك اعمل بونداج تترفع ساقك دونك هنايا عملي كونك شان بونداج تعمل لك البلوكاج نتاع الركبه نتاعك ديجا باش تخليها استابل والا في اوقات معينه تنجم الى فيها تعاون في اوقات معينه تعاون خاصة لي جونيير نحكي على الجونيير البروفيسيونيل مش وحدك تعمل بونداج مش وحدك تعمل جونيير اذا كان معناتها عندنا وجيعه قويه خاصة في الركبه ترخ مش تعطينا الاحساس معناتها باش تنقص علينا الوجيه وزاد الاحساس بالطمأنينة معناتها ما عادش معناتها عاد الانسان يبدا خايف من الكرخه نتاع الساقين يبدا حاجه لابسها في ركبته
مش تنقص لنا ولا مش ترتحوا نفسانيا. زاد نجموا نستعملوا زاد من الآلات أخرى اللي هما خاصة تم لتروب الستاتيك دو بي، عندنا مشكلة كذا عنده مشكلة في الساقيه زادت تأثر على الركبة مثلا، ساقين تبدأ مسطحة ساقين مسطحة ولا لي بي كرو أذوكم ولا معناتها نجمو معناتها قبل في التشخيص زادة متاع الركبة لازمتنا ديما نشوفوا الساقي خاطر ثم دي تروب ستاتيك دو بي اللي هما يأثرون على الركبة. إذا كان موجودين هذوما لي تروب ستاتيك دو بي نجم نصلحوهم بالاستسمون لي زروتيس بلونتير ونسموهم الفراشيت. هذوما معناها من أساليب العلاج. نجم دكتور نحن نختم خاصة عندنا ثلاثة دقائق دكتور أوغرون ماكس، نحكيو على سبل الوقاية اللي احنا قلنا في موضوعنا لليوم الأرثروز واحتكاك الركبة ولا خشونة الركبة كيما بعض المواطنين سماوها، هنايا الوقاية هي أهم جزء في اللي حكينا عليه الكل. صحيح، ديما نقولوا احنا الوقاية خير من العلاج. داكور، ديجا معناتها الوقاية باش نمشيو اون فيز معناتها لي فاكتور اللي هما يتسببوا في لاغرافاسيون تاع الارتروز، منهم أول حاجة كما قلنا الخمول معناتها قلة الحركة لاسيدونتاريتي قلة الحركة، دونك ننصحوا بالاكتيفيتي فيزيك. ديما نقولوا بلو اون بوج موا اون سوفر، هذيك معناتها كيما نقولوا مقوله ارتاح وما تتحركش لا لا كل اون بوج ما اون سوفر، قد ما نتحركوا قد ما الوجيعه تقل. الاكتيفيتي هذيك لازمتها معناتها كيف نقولوا اكتيفيتي سبورتيف، لازمتنا معناتها ان اكتيفيتي فيزيك معناتها تحرك البدن. وهذيك ماشي معناتها يرجعنا باش نحكيوا على ان هي الانشطه البدنيه اللي نعملوها وان هي المنصوح بها وماهيش منصوح بها، خاصه ان هي ديما السؤال يطرحونا شنو هي الرياضه اللي نعملها. اي جوستوم داكور، الرياضه اكثر حاجه هي في حكايه جونارتوز ننصحوا بالمشي داكور، ننصحوا زاده بالناتاسيون بالسباحه، ننصحوا بال معناتها بالفيلو معناتها براسيك نتاع الباسكليت داكور. ثم رياضيات الرياضه معناتها ماذا بينا رياضه نبعدوا عليه ننجنبوا اللي هما كما حكينا بكري شويه في الاوف، حكينا خاصه الرياضه اللي نستعملوا فيها الكره كيما الفوتبول الفولي الباسكيت، هذيك هذا خاطر فيهم برشا احتكاك ويقوي الضغط على الركبه. ثم زاد لي سبور معناتها افيك فيبراسيون اللي فيها معناتها دي شوك فيبراتوار كبيره كيما معناتها لوتيليزاسيون دي راكيت كيما التنس داكور، هذه العلاج اسمه الاكتيفيتي فيزيك، هذه على اهميه البريفونسيون. ثاني حاجه زاد الاكتيفيتي فيزيك خاطر مش تنقص لنا الوجيع وزاد هي مش تعمل لنا مش تحد لنا من السور بوا، دونك نوليو نقصوا في الميزان اوتوماتيكمون. اوتوماتيكمون مش نقصوا في الميزان اللي هو ماك تعرف زياده الميزان هو من العوامل اللي تخلي معناتها تسرع في الارتروز. دونك الميزان تقيس الميزان هذه لازمتنا معناتها نتطرقوا له، لازمتنا ننصحوا المرضى نتاعنا باش يحاولوا ينقصوا الميزان بالاكتيفيتي سبورتيف بالزاده الميزان. الميزان زاده الصبات لازم يكون مريح دكتور، الصبات مريح كما قلنا زرتو معناتها اللي عندهم ساقهم فلات ولا ما عندهمش بلونتير. ثاني حاجه هو التغذيه السليمه، هذا اهم حاجه التغذيه السليمه. اي التغذيه السليمه نبعثوا على الماكولات اللي فيها اللي تسبب الهيجان ولا زونتي معناتها الانفلاماسيون خاصه في التهابات الركبه اللي هما تزيدوا يهيجوا خاصه لي برودوي ليتي اللي هما يهيجوا برشا. وثم الاغذيه اللي هما ينقصوا في الهيجان كيما لي فروي روج كل هذوك قدر فيهم سون ريش اون نونتي اوكسيدون. فوالا داكور، ميرسي بوكو دكتور صاحبي نتاع استاذ مبارس في الطب الفيزيائي والعلاج الطبيعي وشيف سيرفيس وحده الطب الفيزيائي بمستشفى ابن الجزار على الوقت اللي عطيتونا. فهم برشا دي باسيون يسترني و سي بون نصورو دكتور. دونك نجمو يلقاو الانتغراليتي نتاع الانترفيو ذي في موضوعنا اليوم احتكاك الركبه بما يعرف بالارتروز، خاطر احنا ثقافتنا تنجم تكون هكا منا ومنا. دونك نجمو يلقاو على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياه تفهم. ان كرون ميرسي لليكيب كامله اللي كانت على ذمتكم لليوم، نوفل الشرطاني في الاخراج التقني الحصه تحقق بنا امنا بخيت سينو عبير واحمد شفر في الديجيتال، ما ننساوش زميلنا حسام الربحي اللي امن لكم الميكرو تروتوار لليوم في اقل من خرتين سوار بن حميدة تجيكم قراءة في آخر الأخبار المحلية العالمية والجهوية، من بعدها تجيكم سهم حمدي في ركاب ميديا. واللي حيجي منك والله ما ديش عايزة على خاطر صحتك أغلى معنا وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص، هذاك علاش نحطوا على ذمتكم
سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديركتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا.